عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة في ظل تواصل انتشال الجثامين من المقابر المكتشفة بمجمع ناصر بخان يونس. الأمم المتحدة تقول إن الحرب خلقت وخلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في غزة، وتؤكد أن إزالة الركام والذخائر التي لم تنفجر تتطلب 14 عاماً. استقالت متحدثة الخارجية الأمريكية احتجاجاً على سياسة واشنطن بشأن غزة وسيادة حدة التظاهرات في الجامعات الأمريكية والفرنسية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. لليوم الثالث بعد المئتين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط صمت دولي على المجازر ومظاهرات حول العالم تطالب بوقف الحرب. وفي ظل هذا العدوان يأتي دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمطالب بضرورة وقف إطلاق النار فورا والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال أطنان من المساعدات للأشقاء في القطاع المحاصر. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,356 شهيداً و77,368 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوة الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر بحق المدنيين في القطاع، مما أسفر عن وصول 51 شهيداً و75 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع. وجرى انتشال 392 جثمانا على الأقل من 3 مقابر جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس. وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لأن عدد الفلسطينيين المقيمين في محافظة رفح يقدر بحوالي 1,100,000 يعيشون في مساحة 63.1 كيلومتر مربع، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية وضغطا هائلا على الخدمة الشحيحة والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان. تزداد معاناة الفلسطينيين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. يتزامن ذلك مع تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة. معاناة أخرى يتكبدها الفلسطينيون مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي على غزة، ليعود فصل الصيف مرة أخرى، ولكن يعود هذه المرة والقطاع مدمر، ويجلس الفلسطينيون في الخيام التي لا تقي من حرارة الشمس نهارا ولا من الحشرات والبعوض والأفاعي ليلا، ويزداد الوضع صعوبة في ظل شح المياه النظيفة. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مخيمات النزوح بمحافظات الجنوب مع اشتداد موجات الحر.
الدفاع المدني بغزة طالب منظمة الصحة العالمية بالإسراع في إنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين والتدخل لإيجاد أماكن بديلة عن الخيام. الأطفال والنساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الحرارة المرتفعة، لذا تزداد الحاجة إلى المياه، ورحلة البحث عن المياه لا تتوقف، مثلما لا تتوقف رحلات النزوح القسري من الشمال إلى الجنوب والعكس مجدداً. فالناجون من القصف يعانون من ظروف الحياة القاسية التي فرضتها آلة القتل الإسرائيلية. كشفت الأمم المتحدة أن إزالة كمية الركام الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما. وخلال مؤتمر صحفي قال المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف أنه وفقا للتقديرات فهناك معدل فشل يصل إلى 10% على الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل، ما يجعل الحديث عن حوالي 14 عاما من العمل بمئة شاحنة لإزالة تلك الألغام. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، الأمم المتحدة تقول إن إزالة الركام والذخائر التي لم تنفجر من غزة تتطلب 14 عاما. إذن في حالة انسحاب جيش الاحتلال، ما هو الضمان لسلامة الفلسطينيين من خطورة الذخائر التي لم تنفجر؟ شوفي أختي العزيزة، أهم شيء في هذه المرحلة هو التوصل لوقف إطلاق النار. نعم. وتثبيت الأوضاع بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، ويلي ذلك بحث تثبيت سلطة وطنية فلسطينية تعمل في إطار جهود إعادة الإعمار بدعم ومساندة من المجتمع الدولي. دمرت إسرائيل 221 ألف مسكن، قادت حرب ضد الجامعات، دمرت كل الجامعات في قطاع غزة، دمرت كل المستشفيات في قطاع غزة، دمرت كل الخدمات المقدمة من كهرباء وماء وكل وسائل المعيشة، قتلت 70% من 34 ألف شهيد منهم النساء والأطفال، 70% من النساء والأطفال من 34 ألف. جريمة من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية الأكبر على مستوى القرن الحالي. أنا أظن أننا إذا ما استدعينا التقرير اللي كان مكتوب بتشريح الجينوسايد أو تشريح الإبادة الجماعية كتبته فرانشيسكا ألبانيز المفوض بشأن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وزارة مصر الأسبوع الماضي ومنعتها إسرائيل من زيارة الأراضي في قطاع غزة. يعني نحن أمام مشهد ما تقوله الأمم المتحدة بشأن هذا الكم من الدمار هي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس. واليوم يعني دعينا نتطلع للجهود الدبلوماسية المصرية الحديثة. اليوم في تل أبيب يصل وفدا مصريا، كان وفد من الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الشباك في زيارة للقاهرة أول أمس، بمعنى أن هناك تواصلات سريعة لدعم سيناريو عدم اقتحام رفح، سيناريو يقود للسلام ويقود لإعادة الإعمار بدلا من سيناريو استمرار الحرب الذي يقود نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل. لكن سعادة السفير، ما هو الضامن وهل هناك ضامن لسلامة الفلسطينيين بعد انتهاء كل هذه المجزرة والإبادة الجماعية التي تحدث الآن في قطاع غزة؟ بعد كل هذا هناك ضامن لسلامة الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا القطاع لأيضا وجود ألغام لم تتفجر أو لم تنفجر بعد؟ بكل تأكيد، يعني كل دي تداعيات للمشهد الأهم وهو التوصل لحل سياسي بعد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. يعني إبقاء البشر في هذه المرحلة بعيدا عن تداعيات الإبادة الجماعية، أما ما تقولينه سيادتك سيأتي حتما. يعني جهود إعادة إعمار ضخمة تتشارك فيها مصر مع كل البلدان في المنطقة والعالم، إعادة المواطن
إلى أرضه التي دمرت وإلى مد مرافق ولو مؤقتة، لأن المرافق الأساسية حتى مصادر المياه دمرت، الآبار دمرت. هي جريمة أعتقد أن ما أن تضع الحرب أوزارها والبحث عن مخرج سياسي، كل قادة إسرائيل سيكونون في لاهاي لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية. هي جريمة موثقة بالصورة، وبالتالي لا فكاك من مطاردتهم، حتى يكون العقاب هو الأداة الوحيدة لحماية سواء كنا نتحدث عن الشعب الفلسطيني اليوم أو أي شعب آخر قد يتعرض لمثل هذه المحنة. سيادة السفير، كيف ترى ازدواجية المعايير لدى الغرب بشأن حقوق الإنسان تجاه المجازر في غزة وصمتهم أيضا عن التجاوزات الإسرائيلية في القطاع المحاصر؟ مارتن جريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب يعني خروجه من منصبه ذكر أن ما حدث في غزة هي خيانة للإنسانية. السناتور وهو يهودي أمريكي ساندرز ذكر أمس أن أي ادعاء بأن ما تقوم به حركات المقاومة والجامعات الأمريكية التي تقف الآن ضد الإبادة الجماعية في غزة لا يمكن وصفها بمعاداة السامية، لأنه دمر 221 ألف مسكن، قتل 34,500 فلسطيني، 70% منهم عن عمد من النساء والأطفال. هو قتل كل ما على السطح من جامعات ومدارس ومساجد وكنائس. هو قضى على الحياة واستخدم أساليب الإبادة حسب قواعد القانون الدولي للإبادة الجماعية، استهداف شعب أو إثنية، هو استهدف الشعب الفلسطيني واستخدام أدوات قاهرة لتحقيق الإبادة الجماعية، واستخدم كل الأدوات التي يجرمها القانون الدولي. وبالتالي هو متهم بالإبادة الجماعية، وعلينا أن نسعى لمحاكمة كل من ارتكب هذه الجريمة حتى بعد تسوية الوضع في غزة. سيادة السفير، رأينا العديد من قرارات استقالات كثيرة في الحكومة الأمريكية، مثل استقالة المتحدثة باسم الخارجية واستقالة المتحدث باسم التعليم في الحكومة الأمريكية. هل هذه الاستقالات من الممكن أن تغير من المشهد وشكل المشهد في الأونة القادمة بالنسبة لما يحدث من قوات الاحتلال في قطاع غزة؟ نعم، أنا أتفق مع حضرتك تماما. وأمس أصدرت الولايات المتحدة مع 17 دولة أوروبية قرارا دولية قرارا للدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والبدء في مسار سياسي. أظن أن بايدن، الرئيس بايدن، يعلم أن حملته الانتخابية الآن باتت مهددة. انظري إلى ثورة الجامعات الأمريكية، جامعات النخبة التي تشكل الرأي العام الأمريكي، هي التي قضت لو تذكرين على الهجمة الأمريكية على فيتنام، العدوان الأمريكي على فيتنام، هي التي وقفت وتصدت للأبارتهايد، أي التفرقة العنصرية البغيضة في جنوب أفريقيا. الجامعات الأمريكية هي جامعات الصفوة، لا أتحدث عن قوى عاملة أو إثنية أو لونية أو دينية أمريكية، لا. وصف الصورة سيادة السفير، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. هذا وقد انتقدت حركة حماس بيانا صادرا عن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى دعاها لإطلاق سراح جميع المحتجزين لإنهاء الأزمة في غزة. وأكدت حركة حماس أنها تأسف للبيان لعدم تناوله المطالب الفلسطينية، مؤكدة أنها منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف إطلاق النار، وأنها تتمسك بمطالبها الرئيسية. قدمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هالة غريط
استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن استقالت بعد 18 عاما من الخدمة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة. وسبق أن أعلنت أنيل شيلين المسؤولة بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر الماضي، واستقال المسؤول بوزارة التعليم الأمريكية طارق حبش من منصبه في يناير الماضي للأسباب ذاتها. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة. وأضاف النادي أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في إبريل الجاري إلى أكثر من 3660 معتقلا إداريا. وأكد نادي الأسير أن تاريخ ما بعد 7 أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في الحملات الاعتقال الإداري، بل شكلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفذها الاحتلال على مدار عقود طويلة. شهدت الجامعات الأمريكية تظاهرات عدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. هذا وطالب المتظاهرون بإيقاف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. تطورات متصاعدة وأوضاع مشتعلة تشهدها الجامعات الأمريكية بسبب التظاهرات المتزايدة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أوقف مئات الأشخاص. وتتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين من لوس أنجلوس إلى نيويورك، مرورا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا كجامعة هارفارد وييل وكولومبيا وبرينستون. ويتكرر المشهد منذ أيام في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ينصب الطلاب خياما في جامعاتهم تنديدا بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزة، ثم تعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بناء على طلب إدارة الجامعة. وشهدت جامعة إميرسون كوليدج في بوسطن توقيف أكثر من 100 متظاهر. وعلى بعد آلاف الأميال أوقف عناصر أمن يمتطون أحصنة طلابا في جامعة تكساس في مدينة أوستن. هذا وطردت الشرطة طلابا من جامعة إيموري في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة. وأقرت الشرطة في بيان بأنها استخدمت مواد كيماوية مزعجة على المتظاهرين في مواجهة عنف البعض. ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، بل شهد الحراك الجامعي توسعا، فقد أنشئ مخيم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة، حيث من المقرر تنظيم تظاهرة جديدة. هي إذن تحركات كبيرة تنذر بمزيد من التصعيد، تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم وارتكابه لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. أغلق طلاب مداخل جامعة سيانس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية باريس في احتجاج على الحرب في غزة، مطالبين الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية. وأردد الطلاب هتافات داعمة للفلسطينيين رافعين الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى، ومطالبين الجامعة بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 68 مليون يورو إضافية لتوفير المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة. وفي بيان له ذكر الاتحاد الأوروبي أنه في ضوء التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة والزيادة المضطردة في الاحتياجات، فإن المفوضية الأوروبية تكثف تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة. وأضاف أن هذا الدعم يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد
الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة خلال العام الجاري. أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة قيادات الجيش الإسرائيلي بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون هذه الاستقالات، بينما يرى 18% من الذين شملهم الاستطلاع أنه لا يتعين على قيادة الجيش أن يقدموا استقالاتهم، ولم يحدد 19% موقفهم حيال الأمر. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. هذا وتبذل مصر جهودا كبيرة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ شهور طويلة، حيث تعمل مصر بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لتوصيل المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة وشيكة. وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع وسط انتهاك واضح من قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والقرارات الدولية وعمليات إبادة جماعية للفلسطينيين وسعي قوات الاحتلال لتهجيرهم قسريا. إقبال مستمر على مدينة العريش ومعبر رفح البري لشاحنات المساعدات الإنسانية التي تجهزها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين. آلاف الشاحنات تنتظر على جانبي الطريق للدخول تباعا عبر هذه البوابة التي لا زالت تواصل عملها حتى في الإجازات الرسمية لاستقبال الجرحى والمصابين ودخول شاحنات الوقود. أما على الجانب الآخر، لا تستقبل المعابر الإسرائيلية أي شاحنات في أيام العطلات الرسمية، مما يعرقل دخول أكبر عدد من الشاحنات لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة، رغم أن التقارير الدولية تشير إلى ضرورة إدخال المواد الغذائية بصورة عاجلة نظرا لقرب حدوث مجاعة داخل القطاع، وهو ما تعمل عليه مصر في تجهيز آلاف الأطنان من المواد الغذائية لدخولها للأشقاء هناك رغم هذه العراقيل. جهود مصرية مكثفة ومستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكسه حجم الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع، بالإضافة للإشادات الدولية بأهمية معبر رفح في إنفاذ المساعدات الإنسانية، مما يؤكد دور مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية وجهودها السياسية لوقف إطلاق النار. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القصف المباشر المتبادل بين إيران وإسرائيل يسهم في رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة. وأوضحت فيتش أن الاحتواء السريع للقصف المتبادل سيقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية، لافتة إلى أن استمرار الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024 واتساع نطاقها قد يثير أوضاعا غير مواتية للنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة باقتصاديات الشرق الأوسط.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعة وكفشوبة وحلتة تعرضت لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية. وسبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أسفرت عن تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفشوبة وأضرار في أكثر من 35 منزلا، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة باب الثانية في بلدة الخيام، واستهدفت بلدة بارون أو يارون بالقذائف الفوسفورية والقنابل المضيئة، مما أسفر عن اندلاع حريق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن على خليج عدن. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عدم ورود تقارير من السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية عن وقوع إصابات أو أضرار، مضيفة أنها اشتبكت في عملية منفصلة مع زورق مسير وطائرة مسيرة دمرتهما في منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي. أعلنت البحرية البريطانية إسقاط صاروخ أطلقته قوات الحوثي باتجاه سفينة تجارية، هذا وقد أعلنت قوات الحوثي استهداف السفينة داروين في خليج عدن. التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن يتصاعد، حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية أسقطت صاروخاً أطلقته قوات الحوثي في اليمن باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن. وقالت الوزارة إن السفينة الحربية دايموند التي تجوب مياه البحر الأحمر وخليج عدن في الوقت الراهن لضمان حرية الملاحة استخدمت صاروخاً من طراز سي فايبر لإسقاط الصاروخ. يأتي ذلك بينما أعلنت قوات الحوثي استهداف السفينة داروين التابعة لشركة MSC في خليج عدن تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وكانت السفينة داروين السادس التي ترفع علم ليبيريا في منطقة الهجوم مبحرة بين ميناءي عدن وجيبوتي. ومنذ نوفمبر هاجم الحوثيون أكثر من 40 سفينة واحتجزوا إحداها وأغرقوا أخرى. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني. وهدأت حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية مع شن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة والانخفاض الحاد في عدد السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وتشن قوات الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر عشرات الهجمات بصواريخ ومسيرات ضد سفن تجارية منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس. وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا بعد ضربات نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن. وأدت هجمات قوات الحوثي إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية. وشكلت واشنطن تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تشعر بقلق متزايد بشأن تصاعد التوتر في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية. يأتي هذا التصريح وسط تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع تطوق المدينة، ما يشير إلى هجوم وشيك محتمل. وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريش يتواصل مع جميع الأطراف لتهدئة التوتر في المنطقة. نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها.
بلينكين يؤكد أن الصين لن تحقق علاقات أفضل مع أوروبا في ظل دعمها لروسيا، وبكين تحذر واشنطن من تدهور العلاقات. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو وبكين تتشاركان وجهات النظر نفسها بشأن القضايا الدولية الملحة. وصرح شويغو خلال لقائه نظيره الصيني دونغ جون على هامش اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان. وكان شويغو قد صرح أن قوات حلف الناتو المتمركزة بالقرب من الحدود الروسية خلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري، موضحا أن إحدى المهام الرئيسية لمنظمة شنغهاي هي تشكيل هيكل أمني على مستوى القارة في أوراسيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من خطر وقوع حادث نووي بسبب الوجود الروسي في محطة زابوريجيا، وذلك في ذكرى مرور 38 عاما على كارثة تشيرنوبل. ودعا زيلنسكي المجتمع الدولي إلى الضغط على روسيا حتى يتم إعادة محطة زابوريجيا إلى السيطرة لأوكرانيا، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب كوارث جديدة مثل كارثة تشيرنوبل. أكد مسؤول أمريكي أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستساعد في تعزيز قوة كييف، فيما استبعد المسؤول الأمريكي أن تقوم أوكرانيا بشن هجوم واسع نطاق في المدن القريبة. على الرغم من المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا، إلا أنه من غير المرجح أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسعا ضد القوات الروسية على المدى القريب. مسؤول أمريكي أكد أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستساعد كييف على استعادة المبادرة في الميدان، لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل شن هجوم واسع على روسيا. وفي وقت سابق أعلن البنتاغون إرسال مساعدات بقيمة مليار دولار تتضمن نظام دفاع جوي رئيسيا وذخائر مدفعية لدعم أوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية، لكن المساعدة الجديدة التي هي جزء من حزمة أضخم بقيمة 61 مليار دولار لم تأتي إلا بعد أشهر من الجدل السياسي في الكونغرس الأمريكي، وعانت القوات الأوكرانية خلالها من نفاذ الذخيرة وانتكاسات عسكرية في ساحة المعركة. في هذه الأثناء تبادلت القوات الروسية والأوكرانية شن الضربات، ففي الأراضي التي تحتلها روسيا أفادت السلطات المعينة من قبل موسكو عن مقتل شخصين في هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية على منطقة زابوريجيا، كما قتل شخصان آخران في قصف مدفعي أوكراني طال منطقة خرسون، وكلاهما يقع في جنوب أوكرانيا. وفي روسيا أصابت طائرة مسيرة أوكرانية 4 مدنيين كانوا في حافلة في قرية كوركوفيتشي الواقعة في منطقة بريانسك. إلى ذلك أدى هجوم روسي على محطة قطار في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إلى إصابة 10 أشخاص حسبما أفاد حاكم المنطقة. ولطالما كانت خاركيف التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية والمناطق المحيطة بها هدفا للهجمات الروسية، وزادت كثافة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية واستهدفت بنية تحتية مدنية وبنية تحتية للطاقة. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن هناك العديد من المشكلات في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، وخلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بكين شدد الرئيس الصيني على حاجة الدولتين للشراكة لا للمواجهة. من جانبه أكد بلينكين إمكانية اطلاع الصين بدور بناء في الأزمة العالمية بما يتضمن إقناع إيران بعدم توسيع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الصين لن تحقق علاقات أفضل مع أوروبا في ظل دعمها لأكبر تهديد لأمن أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، في إشارة إلى دعمها روسيا في حربها في أوكرانيا،
موضحا أن ضمان الأمن عبر المحيط الأطلنطي يعد مصلحة أساسية لواشنطن. في غضون ذلك، حذرت الصين من خطر تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين بهدف التخفيف من حدة الخلافات بين قوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لبلينكين في مستهل جلساتهما الافتتاحية إن عوامل سلبية في علاقات البلدين لا تزال تتزايد وتتراكم. من جانبه، أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن بلينكين بحث مع نظيره الصيني وانغ الحاجة لتفادي المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ آن شهد اختيار واختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ المتعددة. جاء ذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 92 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. وبهذه المناسبة زار الزعيم الكوري الشمالي أيضا جامعة كيم إل سونغ العسكرية في بيونغ يانغ. شهدت مراكز الانتخابات في الهند توافد الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي يسعى خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة على التوالي. ويحق لنحو مليار شخص التصويت في الانتخابات العامة التي تضم 7 مراحل بدأت في 19 إبريل وتنتهي في 1 يونيو. هذا ومن المقرر فرز الأصوات في 4 يونيو. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع لدى المرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا ربما أدى إلى تفاقم الانتشار الصامت لمقاومة مضادات الميكروبات. أشارت المنظمة في تقرير لها في جنيف إلى أنه في حين أن 8% فقط من المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات يعانون من عدوى بكتيرية مصاحبة تتطلب مضادات حيوية، فقد تم علاج 3 من كل 4 من المرضى بالمضادات الحيوية فقط في حالة مساعدتهم. تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق التي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية أسفرت عن حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني، والعراق بالمركز الثالث. استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة. فيما أسفرت نتائج فرد السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة.
حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد. بدأت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان في قرية أبو حمر بمحافظة الغربية. واستقبلت إحدى المدارس بالقرية القافلة بتجهيزات طبية كاملة ومتطوعين من المؤسسة لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين. تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الهادف للمساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة. في هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان بإحدى قرى مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية. إحنا نشاط طبي بيعمل حاجتين أساسيين، بيعمل توعية عن أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وبيعمل قوافل طبية لعلاج الأسنان بالمجان تماماً في تخصصات كثيرة منها الجراحة والأطفال وتنظيف اللثة وحشو العصب وحشو عادي. القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع أنشطة القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية على مدار يومين، وتستهدف الكشف على أهالي القرية ممن يعانون مشاكل صحية في الأسنان. احنا عرفنا ان كان في قافلة حياة كريمة طبعا بالمجان، خدمة على أعلى مستوى ما شاء الله. طبعا كان بيعاني بألم في ضرسه، فأنا طبعا جينا علشان نشوف ايه الحاله بتاعته، نشخص حالته، فقالك ان هو يعني ايه في حشو وفي خلا، يعني ما شاء الله يعني دكاتره على اعلى مستوى، خدمه ما شاء الله. عرفت ان النهارده في قافله طبيه اسنان بتتابعها حياه كريمه والعلاج والكشف مجاني وكده، فقلت اجي يعني كده نكشفه. كنت عندي درس وجاني وجيت كشفت هنا وعملت حشو. عرفت ان القافله امبارح والنهارده وجيت عملوا لي حشو وعملوا تنظيف، وبصراحة يشكروا الناس يعني فوق دماغنا بصراحة. ولضمان تقديم خدماتها بسهولة ويسر، تم الاستعداد الجيد لتنظيم القافلة من خلال تجهيز إحدى مدارس القرية لاستقبال القافلة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع أطباء الأسنان بالقافلة، مع توفير كافة الأجهزة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. حياة كريمة ما بخلتش بأولادها وجدعانها إنهم يقفوا معهم مع الدكاترة ينظموا للناس. كانت قافلة ممتازة من امبارح والنهاردة احنا معاهم. قافلة الأسنان دي أول قافلة تنزل محافظة الغربية، ما نزلتش قبل كده اللي فيه قافلة نزلت تخصص أسنان فقط. يمكن لأول مرة المؤسسة حياة كريمة تنسق أو تعمل قافلة الأسنان بس تخصص أسنان فقط. وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجاً مع العمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شهدت قرية الكاشف التابعة لمركز الزرقاء بدمياط تنظيم قافلة طبية شاملة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإصدار قرارات على نفقة الدولة، وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. النهاردة في القافلة معانا 11 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود، طبيب أخصائي واستشاري، بالإضافة لفريق طبي على أعلى مستوى من التمريض والصيادلة والإداريين والفنيين، كلهم هدفهم إن هم يقدموا خدمة متميزة للمريض. معانا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، النساء، تنظيم الأسرة، كل الخدمات مجانية. جيت أنا النهاردة كشفت أنف وأذن وحنجرة، الحمد لله اتلقيت المعاملة أحسن معاملة،
والطاقم الطبي بيعامل المرضى احسن معامله والكشف بالمجان، ودخلنا الصيدليه خدنا العلاج بالمجان. مشاهدينا، والان وقفه مع اخبار المال والاعمال في جوله السادسه. اخبار اقتصاد وصار نجيب صار. شكرا محمد، شكرا فاطمه. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصاديه للسادسه، اهلا بكم. بحثت مصر ممثلة في هيئة قناة السويس وكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون وأواصر التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية جيونغ إن كيو، أشارت هيئة قناة السويس إلى جهودها لإنجاح التعاون المرتقب مع كوريا الجنوبية لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة على وعلى بناء محطة تموين بالغاز الطبيعي وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية التابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي. من جانبه، أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده لدراسة أوجه التعاون المحتملة مع هيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لبلاده وحركة صادراتها ووارداتها. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمن المحافظات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية. شهدت محافظة بورسعيد حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب المحافظة، حيث تصل مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد إلى 13,161 فدانا. حالة من الفرح سادت بين أهالي منطقة سهل الحسينية جنوبي محافظة بورسعيد خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام. بنبدأ بنصلح في الأرض والحصاد وراكم مباشر قدامكم، وإحنا يعني كل حاجة متاحة والإمكانيات متاحة الحمد لله، والخير كتير الحمد لله، والأرض بدأت تجيب يعني. مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13,161 فداناً، منهم 5,747 فداناً بمنطقة سهل الطينة، و 7,414 بجنوب بورسعيد. وعليه زادت المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة عن العامين الماضيين بنحو 2000 فدان. محصول القمح دون يعني على مستوى دي للسنة للسنة، ما هوش كل 3 أشهر ولا 4 أشهر، لا ده المحصول ده لكل سنة ما بيطلع، لازم الشعب كله فرحان بالمحصول القمح اللي طلع ده. وتقوم المحافظة عبر لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح مع وجود مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام الأقماح الموردة للمطاحن. فرحة من المواطنين ومن أهل المكان بالنسبة لحصاد القمح وسمى الدهب الأصفر، احنا مبسوطين انبساط جامد بالحضور القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة. وهكذا تقوم الدولة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد القمح في مختلف محافظات الجمهورية لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد المحصول من الذهب الأصفر.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، وذلك في أعقاب إبداء مسؤولة أمريكية كبيرة تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72% ليصل إلى $89.65 للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 83% لتصل إلى $84.26. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.59 للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.49% لتسجل $1.55 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمرا صعبا في الأشهر القليلة القادمة، خاصة بعد ظهور معدلات التراجع في النمو للربع الأول من العام الجاري بوتيرة سنوية بلغت 1.6%، ذلك بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى. مع تزايد التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم العنيد في الأسواق الأمريكية، يصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي أمراً مزعجاً للغاية في الأشهر القليلة القادمة. قرارات صعبة تأتي خاصة بعد ظهور معدلات التراجع في النمو للربع الأول من العام الجاري بوتيرة سنوية بلغت 1.6%، وهي الوتيرة الأبطأ منذ ما يقرب من عامين، ووصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى. وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، كانت الأسواق الأمريكية تتوقع استمرار القراءات الجيدة التي تعود إلى منتصف عام 2022، ويأتي ذلك في ظل تقديرات الاقتصاد الحقيقي للنمو البالغة 2.4% وقراءات التضخم بنحو 3%. ولكن ما حدث بشكل أساسي من مؤشرات التراجع هو ما وصفه البعض في بورصة وول ستريت بالوضع الأسوأ، مع استمرار انخفاض النمو وضغوط الأسعار العنيدة، مما أحدث تراجعا حادا في الأسهم وارتفاعا في قيمة عوائد الخزانة. وكان على تجار العقود الآجلة مرة أخرى إعادة تقدير توقعاتهم لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة. وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياط الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر. ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أيضا تباطؤا لوتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات بدفعة من نتائج أعمال قوية لشركات تكنولوجية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ المؤشر ستوكس الأوروبي الجلسة بالصعود بنسبة 0.5%، والمؤشر في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية نسبتها 1.2%، قد ينتهي بها سلسلة خسائر أسبوعية استمرت 3 أسابيع. انتهت أخبارنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى محمد وفاطمة، إليكم. شكرا لك سارة. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي قوله إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية. وأوضح المصدر الإسرائيلي أنه تم تقديم مرونة كبيرة بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة سكان شمال القطاع، مشيرا إلى أن مصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك. وشدد المصدر الإسرائيلي على أنه رغم كل هذا لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار بغزة إلا لبضعة أسابيع.
وبهذا نصل لكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة في ظل تواصل انتشال الجثامين من المقابر المكتشفة بمجمع ناصر بخان يونس. الأمم المتحدة تقول إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في غزة، وتؤكد أن إزالة الركام والذخائر التي لم تنفجر تتطلب 14 عاما. استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية احتجاجا على سياسة واشنطن بشأن غزة، وزيادة حدة التظاهرات في الجامعات الأمريكية والفرنسية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.